طيب، الأسباب المباشرة لنهاية هو 14 آذار بالشكل التنظيمي اللي أنت تحدثت عنه؟ أسباب سياسية، هو موضوع رئاسة الجمهورية والتجاذب الذي فرض نفسه بداخل 14 آذار حول موضوع مقاربة رئاسة الجمهورية. كان للرئيس سعد الحريري مقاربة بأن يجب أن نملأ فراغ رئاسة الجمهورية أيا تكن الأثمان، وكانت هناك مقاربة للدكتور سامي جعجع بأن رئاسة الجمهورية تتطلب ربما يعني ظروف مختلفة. عندما بدأ الضغط على جميع اللبنانيين وأيضا على قوى 14 آذار بأن الفراغ ينذر انتقال لبنان من مرحلة إلى أخرى، أي من سيء إلى أسوأ، سارع سعد الحريري إلى تبني ترشيح الوزير سليمان الفرنجي، ظنا منه بأن ترشيح الوزير سليمان الفرنجي سيمر يعني لدى دوائر القرار في داخل 8 آذار، وسيمر أيضا لدى دوائر القرار العربية ولدى دوائر القرار الخارجية وأيضا بداخل 14 آذار. أعتقد بأن الرئيس الحريري كان يعني صادقا عندما رشح سليمان الفرنجي من أجل سد الفراغ برئاسة الجمهورية، إنما لم يقدر بشكل حقيقي ما يمكن أن تكون ردة الفعل المسيحية الداخلية على ترشيح شخصية طبعا محترمة في لبنان، إنما تنتمي أيضا إلى فلك النظام السوري وإلى فلك الذي دافع عن النظام السوري قبل 2005 وإلى ما بعد 2005، وهو يفاخر بأنه لم ينقلب على مواقفه السابقة وأنه لا يزال إلى جانب هذا النظام الذي هو طبعا مرفوض من قبل شعبه أولا ومن قبل جميع العرب. هذا الوضع فجر داخل 14 آذار سوء تفاهم كبير بين سمير جعجع مع حافظ الألقاب وبين سعد الحريري، إلى حين أن انتقل سمير جعجع إلى نظرية جديدة تقول بأن خصم المسيح اليوم قد يكون أقرب إلي من حليف المسلم، وذهب إلى تحالف ثنائي بينه وبين العماد عون، مما أعطى الحجج الكافية لدوائر القرار أيضا من أجل تبني ميشيل عون رئيسا لجمهورية لبنان. أنا اعتبرت بأن هذا الترشيح كما حصل والنتيجة أي انتخاب ميشيل عون رئيسا لجمهورية لبنان هو بمثابة استسلام قامت به قوى 14 آذار الرئيسية لصالح 8 آذار. كلامي لم يعجب يعني المسؤولين في داخل 14 آذار وتلاشت قوى 14 آذار عند هذا الحد.